أكثر من 50 عاماً قضاها عبد الكريم الكابلي في صناعة الموسيقى السودانية المحلية نصاً ولحناً وغناءاً، حتى صار اسمه من أكثر الأسماء تداولاً في السودان. زمان الناس هداوة لم يؤمن الكابلي يوماً بتقديم أغنياته للمتعة، وإنما لرفع مستوى الوعي الفني وفتح أفق جديد للمتلقي. هذه رسالته الأولى والأخيرة منذ البدء. زمان الناس هداوة بال. أهمية أن يدرك المتلقي هل هذا الفن على اتساعه بكل ألوانه من كلمة إلى لحن إلى آخره، هل هو تقليدي؟ وتقليدي معناه يسير في ما هو موجود في التقليد، أم أنه إلهام؟ كيف نصل إلى الإلهام؟ التقليدي معروف أنه شيء موجود، نعم نجد فيه أحيانا استعارات بليغة وجميلة لكن مطروق، إنما الإلهام يأتي من جهة عليا. ما ميز الكابلي أيضا هو طريقته الخاصة في تقديم التراث السوداني، ولعل هذا ما دفعه ليصبح مطرب السودان الأشهر، فقد بدأ العزف والغناء لمحيطه الضيق من الأصدقاء قبل أن ينتشر في أرجاء السودان. أولى الذكريات أنني كنت رافضا لأن أغني إلا للأصدقاء والجلسات الصغيرة، وبدأت بالغناء التراثي. ومن الأشياء الطريفة أن كان بعض أساتذتنا الكبار أو ربما كلهم يتحرجون من غناء التراث القديم لأنه قائم على الشكر والتقريض، فيسموه غناء الشكارات، لكنني كنت معجب بالمعاني اللي وردت فيه فكنت أتغنى بها للأصدقاء. لا يأسر الكابلي نفسه في نمط واحد، بل هو يغني ويعبر تماماً عما يحب وإن لم ينشر موسيقى. عندما أعجب أنا بشخصية أو أعجب ببلد أو أعجب بنص أغنيه، كان دارجاً تراثياً أو كان فصيحاً، لا شيء يوقفني حتى لو أحتفظ به لنفسي. طبعاً السودان بلد التعدد، والسودان نجد فيه الأثر العربي والأثر الغير العربي، الأثر الإفريقي والأثر الموروث من الحضارات النوبية القديمة، فمتعدد الهويات، فهذا هو السودان. لكن الأثر العربي موجود بقوة، والأثر الإسلامي، نعم هذه هي الحقيقة. فكلام السودانيين متأثر بالكلام العربي كثير جدا. لا يفصل الكابلي نفسه اليوم عن المرحلة التي يمر بها بلده والعالم، فهو حزين لأن ما يمر به العالم اليوم لا يمكن أن يمر دون أن يترك أثره على كل من يمتلك في داخله قلباً صغيراً. هذه الحروب وتقتيل الأطفال الصغار والتشريد والهجرة، هذه أشياء لا يتحملها الإنسان، بل لا يتحملها الفن. أنا كتبت عن المرأة وأهمية المرأة، كتبت عن الأطفال الذين يقتلون بعنوان قصيدة كتبتها باسم لماذا، وجاءني الوحي أو الإيحاء من ابني محمد، كان عمره 6-7 سنوات، قال لي لماذا يكرهون الكبار يا أبو، يكرهون ليه، يقتلون ليه؟ قلت لي من أين لك هذا الكلام؟ أشار للتلفاز، قال لي من نشرة الأخبار، فكتبت بلا مقدمات في وضح النهار، سألني ابني الصغير
لماذا يكرهون الكبار؟ لماذا يقتلون الكبار؟ سألته من أين جاء بالأخبار؟ أجاب في براءة من نشرة الأخبار. تلفازنا العروس، تلفازنا المحروس، الملون الطاووس قد جاء بالأخبار. رأيت فيه يا أبي إخوة الأطفال، رأيت فيه يا أبي إخوة الصغار من كافة الأقطار. أرجلهم مقطعة، أذرعهم مقطعة، رقابهم مقطعة. لا لا يا أبي، أنا لا أريد الارتحال، أنا لا أريد الانتقال إلى بلد بلا أمال، إلى بلد بلا أجيال، إلى بلد بلا أطفال. وعلى الفنان، بل لا يقف الأمر عند الفنان، عند الإعلامي كذلك، رسالة. لأن الفنان والإعلامي كلاهما أشبه بالمرآة التي يرى فيها الناس والبلد أنفسهم. إذا صلح الفن وارتقى، هذا يعني أن الدولة ارتقت، والعكس صحيح. عندما يهبط الفن في تعبيراته، لأنه كما قلت هو المرآة الصادقة، إذا ما هبط، هذا يعني أن الدولة في سياساتها هبطت. فهذا هو دور الفن، على الناس أن يدركوا هذه الحقيقة، وهذا من قديم الزمان.